اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه في صناره. هعمل النهارده سالمون ستيك بصوص المانجا والكيوي، وهعمل معاه سلطه مانجا بس تايلاندي. نبتدي الاول بالسالمون ستيك. المكونات: ثوم مفروم، قطعتين سالمون ستيك، مانجا، كيوي، فلفل حار هالوبينو، عصير كيوي وعصير مانجا، وطبعا يبقى فيه ملح وفلفل وزيت. هحط زيت الزيتون على طاسه، يفضل ما بتلزقش وتكون سخنه كويس. هحط الزيت لحد لما الزيت يملى قاع الطاسه، بس كده. هي طبعا الطاسه دي عشان كبيره فاخدت شويه كتار. هحط بس السالمون هنا في طبق كده علشان اتبله. هحط عليه شويه من الليمون، حاجه بسيطه خالص يعني، معلقه صغيره. وهاخد الثوم بايديا كده وهدعك ايه السالمون ستيك، عشان اعرف حضراتكم برضو الفرق بين الستيك. سالمون ستيك اللي هو الجزل، الفيليه اللي هو بيبقى مقطوع بالجنب. وهقلبها الناحية التانية، وأحط ايه توم كده. واغسل ايدي. هاخد رشة ملح الناحية دي، وقت ما نقلب القطع السالمون نبقى نحط ملح وفلفل الناحية التانية. وبرضو هحط شويه من الفلفل الاسود وافردهم كده. هبتدي طبعا بالحته اللي حطيت عليها الملح والايه والفلفل. وقبل بقى ما ننضف ايديا هحط شويه ملح هنا شويه هنا، ونفس القصه فلفل اسود، واسيبهم بقى يستووا. طبعا السلمون زي ما حضراتكم عارفين، السلمون درجة سواية راجعة لحضراتكم، يعني نقدر ناكله ني خالص زي ما بيتاكل في السوشي. هعمل الصوص في طاسة تانية أو كسرول تاني. بقية التوم اللي كان موجود حطيته على السلمون هحطه هنا في الإيه؟ في الطاسة. حط عصير المانجا، لازم التوم بس ياخد سنة، يعني مش هينفع احط التوم على طول كده، احط عليه بقية المكونات من غير ما اشم ريحته على الاقل علشان اطمن ان هو ابتدى ايه يبتدى يستوي. وزي ما بقول لحضراتكم درجة سوى السالمون راجعة لحضراتكم، يعني هو كمان 4 دقايق بالكتير وهتلاقوه استوى. بعد كده هاخد عصير المانجا وهاخد شويه من عصير الكيوي، نص الكميه. ممكن اخد بقى قطعه مانجا كده سليمه صحيحه تستوي مع الصوص، بس هاخد حته صغيره. والهالوبينو، اي فلفل حراق موجود عند حضراتكم ينفع. لو هالوبينو موجود يبقى خير وبركه، لو مش موجود اي فلفل حراق مخلل او مش مخلل حتى برضه هينفع. زود كمان شويه ونسيبهم هنا للتزويق. هاجي بس اجيب شوكه علشان اقدر ان انا اهرس شويه المانجا دي عشان الصوص يبقى تقيل. طب الشوكه كده طبعا لسه هظبط ملح وفلفل، بس عايز الاول اتقل الصوص بالمانجا. بالشوكه كده نفضل ندوس عليه لحد لما يبقى الصوص كله تقريبا امتزج مع بعضه. هاخد معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود زي ما حضراتكم تحبوا، وهقلب تاني. اقلب كده لحد لما يبتدي يبقلل ويغلي كده، عشان ايه يبتدي كل المكونات اللي فيها تمتزج مع بعض. كده السلمون استوى.
انا طبعا بقلب كده عشان ابص عليها اتاكد ان هي خلاص اخدت نفس السوى زي الناحيه التانيه. تمام، زي ما حضراتكم تحبوا بقى. عاوزين درجه التقل بتاع الصوص يبقى عامل ازاي؟ نطلعه من على النار. هو ابتداء اول لما يبتدي يغلي كده معنى كده ان هو خلاص كل حاجه امتزجت مع بعض. زي ما حضراتكم تحبوا بقى. انا هقطع بس ايه، ممكن احط واحده هنا واحده هنا. شبت كده الصوص تمام. زي ما حضراتكم تحبوا بقى. نقدر نخلي السالمون ستيك عايم في الصوص، وانا بحب كده اكتر، يعني املى الطبق على قد ما اقدر. ناخد شويه من الشبت هنا. ممكن نحط برضو الفلفل الهالوبينو ده عشان تبقوا عارفين حضراتكم انها حراقه. والليمون اهي. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سلطه تايلاندي بالمانجا، او سلطه مانجا تايلاندي. رجعت من الفاصل، عملت سالمون ستيك بصوص المانجا والكيوي. اعمل دلوقتي سلطه مانجا تايلاندي. المكونات: ليمون، مانجا قطع، بصل، صوص سمك، فلفل حار، نعناع فريش، وبقدونس فريش. وهعمل طبعا دريسنج بس بزيت نباتي علشان الناس اللي عايشين في الفار ايست ما بيستعملوش زيت زيتون خالص. مش هحط بقى ملح خالص علشان الفيش صوص ده حادق جدا، فمش هنحط ملح خالص. ممكن نحط ليمون معلقه. بصوا حضراتكم بقى، الفيش صوص ده التعامل معاه بيبقى زي ما نقول كده بالورقه والقلم علشان حادق جدا، فهحط معلقتين بالظبط. اكتر من كده طعمه وريحته بيبقى جامد قوي. اوه كده الدريسنج جاهز. خلي اخر حاجة تقطيع المانجا، عشان تقطيع المانجا دي ممكن تعمل شوية يعني دوشة هنا. هاخد بقى الايه، برتقانة، الليمونة. طبعا لو عند حضراتكم ليمون ايطاليا او اللي هو ليمون ايطاليا ده يبقى حلو قوي. هحاول اقشرها كده عشان تبقى ايه، يبقى المانجا مسكرة والليمون مزز، فتبقى ماشية مع بعضها مظبوطة، تبقى في توازن. لما تخلصوا او تقطعوا برتقان او ليمون ويطلع منه قشر زي ده ما ترميهوش، سيبوه لحد لما ينشف. وممكن يتبشر ويتقطع صغير، ممكن يتحط مع السكر، ممكن يتحط يبقى بشر ليمون ويستعمل في حاجات كتير قوي، فده ما بيترميش، ده بنستعمله. هقطعها هشيل بس الحته دي عشان تبقى عنيفه شويه على البق. ولو طبعا في جه بذر في السكه نشيله، يعني لو كده بحرف السكينة، بطرف السكينة من قدام هشيل البذر كده لو نقدر. ودي كمان. كده كل حاجة متقطعة، فاضل المانجا.
طبعا ايه لو مش موسم المانجا، المانجا تعطروا عليها او توصلوا لها يعني، هتبقى ايه زي ما حضراتكم شايفين طريه كده شويه، فهيبقى التعامل معاها يعني بسكينه حاميه وشويه ايه من الرقه. اول حاجه اخد المانجا عشان تبقى في الطبق كده على طول، وبعد كده احط الليمون الاداليا. مش هحط كميه البصل دي كلها، ده كتير كده كفايه. النعناع هلفه لفه واقطعه مره واحده بس. خضره او بقدونس او كزبره او اي اللي موجود عند حضراتكم، وشويه من الفلفل الحار. اقلبهم تقليبه كده بس، طلع المانجا والليمون دول لفوق شويه بس كده. ناخد بس قطعه مانجا ولا حاجه تبقى واضحه. اقلب الدريسنج، فيش صوص، صوص سمك، زيت عادي مش زيتون، وشويه من الايه من الفلفل من غير ملح علشان الفيش صوص حادق جدا. اوزع الدريسنج، احط ممكن ليمونه، يبقى اول طبق كان سالمون ستيك بصوص المانجا والكيوي، تاني طبق سلطه مانجا تايلاندي. الف هنا وشفا، اشوفكم في حلقه جديده. Bye.